النائب طارق الخولي. مساء الخير يا طارق. تحياتي استاذه لميس. اهلا بيك. يعني دلوقتي في رايين، في راي لتعديل قانون ازدراء الاديان نفسه، او قانون الماده 98 من قانون العقوبات، وده اللي قدمه سياده النائب محمد زكريا محي الدين، وفي راي الاستاذ ضياء رشوان انه يا جماعه مش محتاجين نعدل ده، احنا محتاجين بس قانون الصحافه والاعلام يدخل، لان هو ده اللي يعني بيحذف كل عقوبات الحبس في قضايا النشر. انت يعني شايف انه اتجاه لازم تمشوا فيه في مجلس النواب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عايز اقول لحضرتك بدايه انه احنا بصدد اعاده بناء مصر تشريعيا على نحوين، فيما يتعلق بتوافق القوانين مع الدستور، وان الدستور بينص في مواد كثيره على انه يجب ان تعدل قوانين كثيره وفق ما اتى في الدستور من اوضاع خاصه بالحريات، بحريه النشر، بغيرها من الامور. فعندنا التزامات دستوريه يجب تنفيذها، عندنا كمان اجنده تشريعيه مزدحمه جدا، لان من المفترض ان احنا ننتهي من قانون دور العباده قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي اللي هو المفروض ينتهي في شهر 7 القادم، يعني شهر 7 بدايته. فعندنا دور يعني هذا القانون، عندنا ايضا قانون مجلس النواب، عندنا مفوضيه الانتخابات، عندنا التزامات دستوريه يجب ان احنا ننتهي منها. طبعا قانون العداله الانتقاليه ده التزام دستوري ان في اول دور انعقاد. فعندنا اولويات تشريعيه ضاغطه على المجلس يجب ان ينتهي منها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي. فانا اقرب ان احنا نعدل الماده 98 وفق احكام الدستور في مواد 64 و65 و67، ده هيكون ايسر واسهل واسرع القدره على ان احنا ننفذ هذه الماده باثر رجعي، وبالتالي اللي تضرروا من هذه الماده من الممكن ان احنا بسرعه نستطيع ان احنا يعني نتدارك الموقف، لانه مناقشه قانون النشر انا اخشى ان ياخذ بعض الوقت في ظل هذا الضغط التشريعي اللي على المجلس، ان ياخذ بعض الوقت، لان القانون ده لازم هيقر هو قانون تنظيم الاعلام. هو ده اللي انا عايز اقوله، انه بس كمان هذا قانون مهم جدا، لو الناس بتشكو من الفوضى الاعلاميه ومن البلطجيه اللي على قنوات كتيره ومن حاجات ومن عدم الدقه ومن كل ده، يا جماعه هذا لن يتم حسمه الا بقواعد وقوانين. بس انا عايز احط حضرتك في الصوره انه ومشاهدين الكرام في انه البرلمان عنده بيان حكومه بيناقشه، وعنده موازنه عامه، وعنده قوانين اللي انا ذكرتها، ودي التزامات دستوريه. فعندنا فعلا ضغط رهيب، فمحتاجين من وجهه نظري عشان ننجز، لانه يعني المساله بتاعت القوانين دي بتاخد وقت، لانه كمان احنا عندنا لازم عشان النهارده ننجز شيء لازم هنقعد نشكله لجنه خاصه. ومحتاجين ان احنا نعمل انتخابات اللجان. فاحنا عندنا لائحه داخليه لسه بننتهي منها، يعني لسه بس ده قانون من اربع مواد يا طارق، ده قانون ده يعني هو القانون فيه مواد، فيه قانون، فيه هم كذا قانون. لا بس لانه هناك دوره تشريعيه طبيعيه، هي المفترض يعني عندنا دوره تشريعيه انه القانون بيروح على السلطه او اللجنه المختصه بتناقشه وبتعمل بيه قرار، ثم بيذهب للتشريع، ليس يعني بالامر السهل، لا، عشان ده تشريع بيمس حياه المواطنين ويجب ان يكون منضبط في صياغته، ويجب انه يروح اللجنه الخاصه، اللجنه التشريعيه، وبعد كده بينزل جلسه عامه للنقاش. فهناك دوره تشريعيه، انا اخشى انه ده ياخد بعض الوقت في ظل كمان الالتزامات اللي علينا. يعني عندنا كم التزامات، عندنا بيان حكومه، وعندنا موازنه. لو الشغل يبقى كل يوم، لان انا بحس انه البرلمان بيشتغل يومين ويقعد ياخد اجازه 3 ايام، ويومين كتير قوي، يعني لان احنا مظلومين بعض الشيء في هذا الامر. البرلمان ما بياخدش اجازات، البرلمان بياخد توقف عن الجلسات العامه. الجلسه العامه شيء، وعمل اللجان يعني البرلمان ده خليه نحل، معنى انه الجلسه العامه واقفه مش ده معناه ان احنا قاعدين في البيوت، ده معناه ان احنا عندنا لجان اخرى وعندنا خلايا عمل اخرى بتمهد للجلسه العامه، لان يعني الجلسه العامه دي نتاج عمل انهيناه. بننزل الجلسه العامه نوصل لحل لنقاش نهائي بصدد شغل احنا اشتغلناه فعليا. هل البرلمان ما بياخدش اجازه؟ هل هتصوتوا او هتبتدي تطلبوا اعاده البث مره اخرى عشان الناس كمان تشوف البرلمان ده بيعمل ايه؟ لانه برضو يعني غياب البث حتى لو مسجل بيبقى يعني بيخلي الموضوع احنا مش عارفين انتوا بتعملوا ايه. طيب برضه هحط حضرتك والمشاهدين في الصوره في هذا الامر، احنا يعني كتير من النواب بيطلبوا بسرعه عوده البث، بس لازم نحط السبب الحقيقي من وراء توقف البث. هو ده طبعا الجلسات بتعرض على قناه صوت الشعب مسجله، هي بتعرض فعليا، لكن فعلاً فكره البث المباشر بتعرض على قناه صوت الشعب.
لكن فعليا وبتنزل طبعا على قناه صوت الشعب على اليوتيوب، فيقدر اي حد يرجع لاي جلسه في اي توقيت. لكن الفكره انه البث المباشر عامل عندنا الازمه، عامل عندنا ازمه في بعض النواب، في قله قليله جدا من النواب بيستهويها الشو، عايزين يعملوا شو ما ممكن ياخدونا. الامور دي هديت لما توقف البث المباشر. صحيح. ودي نقطة مهمة الحقيقة. فاحنا عارفين نشتغل. ودي نقطة مهمة، انا ممكن اوافق عليها يعني. بالظبط. بشكرك سيادة النائب طارق الخولي.